ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا، اتسألت فيه قبل كده بس تمام، هعمل فيديو تاني اتكلم فيه، يعني الفيديو ده هتكلم فيه في نفس الموضوع تاني، هرد برضو على بعض الاسئله اللي اتبعتت لي. هي عن صفات الانثى الراقيه، او الانثى اللي عندها رقي او الجذابه. يعني هقول لكم على بعض المواصفات كده اللي بتبقى موجودة في أي أنثى، واللي بتساعدها جدا انها تكون مميزة، وانها تكون ليها طابع كده ولون خاص مختلف عن أي أنثى تانية. هندخل على طول كالعادة في العوامل يعني، و يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنبتدي فيها أو أي حاجة هنتكلم فيها دلوقتي، هي انها بتتمتع بثقة عالية جدا بالنفس، ان هي اكيد طبعا بتبقى يعني ثقتها جدا عالية، بس في نفس الوقت مش مغرورة. يعني زي عشان زي انا قبل كده اتكلمت في الفيديو عن فكرة الغرور، الفرق ما بين الثقة وما بين الغرور، في فرق كبير ما بين الثقة وما بين الغرور. الانسان يكون واثق من نفسه او حاسس بقيمة نفسه او عنده تقدير ذاتي، غير الشخص اللي بيبقى مغرور وشايف نفسه بالنسبة له ان هو الدنيا وما فيها وهو محور الكون. فدي نقطة مهمة اوي نخلي بالنا منها. تاني حاجة، مسؤولة ومستقلة بذاتها، ان هي بتبقى مسؤولة عن كل تصرفاتها، مسؤولة عن حياتها، مستقلة بذاتها، ان هي تكون حياتها مستقلة، تكون شخصية نادرة وقليل اللي يشبهها، بتبقى ليها لون كده وطابع معين، بيبقى ليها شخصية مختلفة عن اي واحدة تانية، وبتبقى ليها يعني طباع معينة، تصرفات معينة. هتكلم عنها اكتر برضو دلوقتي في بعض العوامل اللي هنتكلم فيها دلوقتي. حابة برضو انوه في نقطة معينة، دي من اهم النقط اللي حابة اتكلم فيها. الرقي ملوش علاقة بالمظاهر ولا بالرفاهيات زي ما ناس كتير قوي قوي بتفكر، لان للأسف الشديد بيعتقد انه ان المظهر او الرفاهيات او العربية اللي كذا واللبس اللي كذا والبراندات والمش عارف ايه والماركة كذا ده هو الاساس. لا، ده يعني بعيد تماما عن فكرة. هو طبعا مهم جدا الشكل، مهم ان الانسان يهتم بنفسه، بس مش هو الاساس. الاساس هي فكرة التصرفات، يعني الرقي نفسه من التصرفات، طريقة التعامل، الاسلوب، الكلام، حاجات كتير قوي قوي. يعني اللي انا حابه يعني اتكلم فيه، او اللي انا حابه يعني اركز عليه، النقطه اللي انا لسه بتكلم عنها دلوقتي، مش كل واحده صاحبه نفوذ او كل واحده عندها اجدد وافخم عربيه وملابس وملكات هي امراه راقيه او انثى راقيه، لان دي ملهاش علاقه. يعني فكره المظاهر او الشكل ملهاش علاقه بالرقي. ممكن نقول الشكل مهم في ناحيه الاهتمام بالنفس، بس مش هو الاساس خالص، يعني بعيد تماما، لان في ناس كتير قوي بيختلط مع الامر في النقطه دي. طبعا تهتم جدا بالنظافه، اهتم جدا يكون شكلها نظيف، يكون مظهرها نظيف، يكون لبسها نظيف، يكون المكان اللي قاعده فيه نظيف مرتب، ريحتها حلوه، تكون المكان اللي هي قاعده فيه يكون ريحته حلوه ونظيف ومترتب. يعني كمان ده بيديلها راحه نفسيه، يعني هي كمان ما بتبقاش عارفه، يعني بتبقاش بتعرف تقعد في مكان هو مش مرتب، يعني او ان هو مش منظم، لان دي حاجه بتبقى هي جزء في شخصيتها. طبعا بتتعامل بالاتيكيت في التعامل، يعني بتتعامل باسلوب بيكون راقي، ما بتتكلمش الفاظ وحشه، ما بتغلطش في حد، يعني ما بتبداش غلط في حد او ان هي تهين حد او تجرح حد، ما بتقولش الفاظ سب ولا شتم ولا اي حاجه مع الاخرين، لان ده ضد تصرفاتها وضد اخلاقها وضد مبادئها تماما. لان في بعض الناس بتعتقد، وفي بعض البنات ممكن يعني بتعتقد ان دي شطاره ان هي تغلط وتقل ادبها، او ان هي مثلا تقول الفاظ مش كويسه، تقول لك انا باخد كده، باخد حقي ان انا كده مش عارف ايه. لا، ممكن جدا تردي بس في حدود يعني اللباقة، بحيث ان انت ما تقوليش الفاظ فيها شرب سب وشتم، تكون الفاظ قذرة، يعني الفاظ مش حلوة، لان دي عكس تماما فكرة الانوثة وعكس تماما فكرة انك تكوني انثى راقية. الانثى راقية بتقول شكرا، بتكون مؤدبة في تعاملها،
اي حد بيتعامل معاها، قصدي اي حد بيعمل لها، بيقدم لها خدمة، بيديلها اي حاجة، حتى وان كان في مثلا في مطعم او في مكان، فبتقول شكرا. يعني فكرة، يعني في كمان، يعني دايما بنقول من لم يشكر الناس لا يشكر الله. يعني دايما لازم في حياتنا فكرة ان احنا نقول شكرا لاي حد، او نقدر مجهود اي حد، دي من الرقي، من الاخلاق، من الادب. فدي حاجة مهمة جدا جدا. مؤدبة في تعاملاتها، ما بتغلطش في حد زي ما قلت، ما بتجرحش حد، دايما بتقول من فضلك، لو سمحت، شكرا. فكرة الضحك بصوت عالي دي ما ينفعش تماما ان اي واحدة انثى راقية او تكون كويسة او محترمة او عندها رقي انها تضحك بصوت عالي جدا في اي مكان، سواء في شارع او في اي مكان، يكون بطريقة ملفتة تخلي اي حد يوصلها نظرة مش كويسة. ما بتكونش متصنعة، ما بيبقاش عندها فكرة التصنع، لأن التصنع ده ما بيبقى خارج مبادئها تماما أو خارج شخصيتها. ما بتسعاش إن هي تبهر حد، يعني هي بالنسبة لها بتتعامل بطبيعتها، لأن هي بتبقى أصلا متصالحة مع نفسها، بتبقى بتحب نفسها، بتبقى عارفة إيه هي الصفات اللي فيها، فبالتالي مش محتاجة إنها تتصنع عشان تعجب حد يعني. فبتبعد تماما عن فكرة التصنع، لأن هي بتبقى زي ما قلت عندها ثقة عالية بنفسها، وبتبقى أصلا تحب صفاتها، او يبقى في حته تصالح مش انانيه. يعني فكره ان الانسان يحب نفسه مش انانيه، برضه هتكلم في فيديو تاني عن فرق ما بين الحب النفس والانانيه، لان في ناس بتخلط برضه ما بين الامرين. لازم كل انسان مننا لازم يبقى فيه جزء كده يكون بيحب نفسه فيه، او بمعنى اصح يكون متصالح مع نفسه، متقبل نفسه، مش بيبقى يعني الانسان لو بيكره نفسه او مش بيحب نفسه، عمره ما هيقدر يحب اللي حواليه، عمره ما هيقدر يتصالح مع حد، عمره ما هيقدر يتعامل مع الأشخاص، ولا هيكون في جواه سلام نفسي أصلا. ما بتحرجش حد ولا بتجرح حد، سواء بقصد أو بدون قصد. بتحافظ على نظافتها الشخصية زي ما قلنا، نظافتها الشخصية عندها دي أساس، يعني أساسي، حاجة أساسية عندها. لما بيكون في حد غريب ما بتقعدش تطرقع لبانة ولا تقعد تهز في رجليها، لأن التصرفات دي برضو عكس فكرة الأنوثة الراقية. فلازم نخلي بالنا قوي النقط دي. بتلتزم بكل أعمالها، وبتمتنع تماما عن فكرة القيل والقال، أي حاجة فيها مجلس نميمة أو فيها مجلس نم أو فيها قيل والقال، اللي هي القعدة بتاعت الستات اللي هما بيحبوا قيل والقال، ودي راحت ودي قالت ودي عادت ودي عملت ودي سوت، بتبعد تماما عن الموضوع ده، لان هي ملهاش اصلا في قصة النميمة، لان هي بتبقى عارفة ان ده حرام، وغير كده ده بيكون خارج خالص مبادئها، وما بترتاحش نفسيا اصلا، بتحس بعدها مراحة نفسية. بتدي فرصة اكتر للي قدامها انه يتكلم ويسترسل في الكلام، يعني بتحاول ان هي تستمع، بتحاول ان هي تنصت، بتحاول ان هي تدي فرصة اللي قدامها ان هو يتكلم، مفيش مشكلة، تمام، لغاية ما يخلص اللي هو بيقوله، وبعد كده بتبتدي يتكلم. لان المقاطعة على طول كده اثناء الحديث دي حاجة بتضايق جدا الشخص، وانا قبل كده كنت اتكلمت عليها في فن الحوار في فيديو قبل كده. الانصات طبعا، لان الانصات ده من الحاجات الاساسية. التركيز مع الشخص المتكلم، ودي برضو قلناها في الفيديو، اننا نركز قوي مع الشخص اللي بيتكلم، مش بيبقى هو بيتكلم واحنا مركزين في حاجة تانية، او بنتكلم في التليفون، او قاعدين بنتفرج على التلفزيون، او بنعمل اي حاجة، لان دي برضو بتدي انطباع مش كويس ابدا للشخص اللي هو اللي بيتكلم معاه. بتضع حدود للتعامل مع الرجال، بيبقى في حدود للتعامل مع الرجال، بيبقى في حاجات مسموح بيها ان هي تتعامل، وفي حاجات ممنوعة، لان الدين والشرع وحياتنا عموما، يعني اكيد طبعا ربنا حط لنا حدود في التعامل مع الرجال، لان في بعض البنات بتعتبر ان دي جزء من الروشة، ان هي تبقى يعني منفتحة قوي، وان هي تضحك وتهزر، وممكن كمان ما عندهاش مانع ان هي تبقى تهزر بالايد، يعني تغطي، يعني ما يبقاش في حدود ما بينها وما بين التعامل مع الرجال، لان دي حاجة ضد فكرة الانوثة تماما بتاتا يعني، ودي بتقلل جدا 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 من فكرة الأنوثة، وبتقلل جدا من أي أنثى. فنخلي بالنا قوي قوي، ولازم نحط حدود للتعامل مع الرجال. حتى في الهزار ممكن تهزري، ممكن عادي، بس يبقى الهزار يعني في حدود، وما يتعداش الكلام اللي المفروض ما يتقالش.
بس ده كان الفيديو، اتمنى اكون قدرت افيدكم، ويا رب يكون الفيديو فاتكم وعجبكم. ان شاء الله باذن الله لو عجبتكم السلسله بتاعت الانثى الراقيه اكتبوا لي في الكومنتات، وانا باذن الله الفتره اللي جايه هعمل لكم بقيه السلسله او بقيه الموضوع ده نتكلم فيه ان شاء الله. وميرسي جدا جدا ليكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش وما تبخلوش عليا بالدعم، لان ده اكيد بيفرق جدا جدا معايا وبيرفع جدا القناه. ميرسي جدا جدا ليكم، نورتوني، باي باي.